راديو الأهرام يقدم لقمة على مقاسم مع شروق عياد. أهلاً وسهلاً بكم أعزائي مستمعي راديو الأهرام في كل مكان، وحلقة جديدة وبرنامجكم لقمة على مقاسم. كل سنة وانتوا طيبين. عدى يومين من رمضان وطبعا كلنا ملتزمين بالحجر المنزلي، علشان كده احنا لسه في أول رمضان بنعمل عزومة صغيرة لأسرتنا الصغيرة اللي معانا جوه البيت، وما نحسسهمش بجو الحبسة وجو الحظر قوي اللي احنا عايشين فيه. فهنعمل أصناف حلوة قوي وفي نفس الوقت مفيدة جدا، ويلا بينا نبدأ حلقتنا. أول صنف معانا هو صنف بتاع عزومات خالص، عشان نحسسهم بجو الحزومة. رز بالخلطة، محدش ما بيحبوش، هنعمله بكل تكاته وبكل طرقه وأصوله كمان. أول حاجة هنحتاج نص كيلو من الكبد والقوانص، وهنحتاج كوبايتين رز ناشف مش مغسولين، وهنحتاج بصلة كبيرة، وهنحتاج ملح وفلفل ورشة قرفة، وهنحتاج تقريبا 100 جرام زبيب، وهنحتاج مكسرات للجارناتور، واللي مش حابب يزوق بالمكسرات ممكن يزوق بالكبد والقوانص، دي حاجة اختيارية. أول حاجة بنغسل القوانص كويس قوي قوي وبنقطعها قطع صغيرة، والكبدة بنحطها في لبن. الكبدة ما تتبلش، لأنها لما بتتبل بتبان ريحة زفرتها قوي، واللبن بيشيل أي زفارة موجودة فيها. حل على النار، هنحط فيها بصلة كبيرة مبشورة في نص معلقة سمن، ونبدأ نقلبها كويس قوي لحد لما تبقى شفافة. أول ما هتبقى شفاف هننزل بالقوانص اللي متقطعة صغيرة، ونفضل نقلب على نار عالية لحد لما يتشربوا الاتنين من بعض. في الوقت ده احنا طلعنا الكبدة من اللبن وحطيناها في مصفى تتصفى كويس قوي، وأول لما القوانص تبدأ تدخل في السوا خلاص بنحط الكبد بعد ما تكون قطعنا كل واحدة اتنين أو تلاتة مش كتير، وبنحطها على القوانص وبنبدأ نقل تقليب خالص عشان الكبدة ما تتهريش، ونتبل بملح وفلفل ورشة صغيرة من القرفة وتقليبة كمان، ونقفلها ونركنها كده على جنب. حلة تانية هنحط فيها معلقة مليانة من السمن على معلقة مليانة من الزيت، وهننزل فيها بكوبايتين الرز الناشف. الناشف بيتحمر أسرع وأسهل، لأن أنا مش بعمله السكر بتاع الكراميل، أنا بحمره هو، بيكون طعمه أحلى كتير، ودي أهم تكة في الرز أبو خلطة. وكل الأنواع اللي بتتباع في السوبر ماركت مكتوب عليها إن هي سبق وإنها اتغسلت وتعملت بالغسيل قبل كده. هنحط كوبايتين الرز الناشفين وهنبدأ نقلب. هو بياخد مننا شوية وقت، بس طول ما هو ناشف برضو وقته أقل بكتير من لو كنا بليناه. هنقلب يبدأ يتدرج في الألوان من فاتح لحد لما نوصل للون الذهبي الغامق الحلو اللي احنا عايزينه. في الوقت ده بنحط مقدار المية بتاعتنا، هما كوبايتين رز هنحط لهم كوبايتين مية، ومقدار الملح، وعشان نبقى حافظين كل كوباية رز بتاخد معلقة صغيرة من الملح، يبقى هنحط معلقتين الملح ونقلب ونسيبه على نار عالية ونغطي عليه. أول لما يشرب ميته في المرحلة دي هنحط الزبيب وهنحط القوانص والكبد، ممكن نسيب منهم شوية صغيرين للجارناتور أو للزواق الخارجي، وبنقلب كويس قوي وبنقفل وبنوطي عليه خالص وبنسيبه يستوي عادي جدا. أول لما الرز بيستوي بنقفل عليه، ولو في مكسرات هنقدمه مكسرات بنحمرها في معلقة زيت صغيرة ورشة من الملح والفلفل والقرفة، وبنغرف الرز في طبق السيرفيس بتاع التقديم وبنزوقه بالمكسرات وبشوية كبد وقوانص كنا شايلينهم على جنب، وألف هنا. وأول صنف خلص معنا، صنف العزومات الجامد قوي اللي هنفرح بيه أسرتنا في الحجر اللي احنا قاعدين فيه. تاني صنف معانا صنف سلطة حلو جدا، والأهم من إنه هو حلو كله فيتامينات بتعلي جهاز المناعة في الوقت اللي احنا محتاجين فيه ده. هنعمل سلطة الأفوكادو بالجرجير والبرتقان. الأفوكادو ده صيدلية لوحده متحركة، فيه كمية فوائد كتيرة جدا جدا.
هو يعتبر فاكهة ولكن ليها قوام كريمي، وإحنا بنشتريه نختار الثمرة اللي تكون غامقة منه ومستوية وتبقى جاهزة على الأكل. حقيقي مش هبالغ لو قلت فعلا إن هو صيدلية مليان معادن وفيتامينز كتيرة جدا. اللي عنده مشاكل في الهضم ومشاكل في الإمساك ومليان ألياف ومضادات أكسدة، في دهون غير مشبعة، بيقلل الكوليسترول الضار في الدم وبيرفع من كفاءة جهاز المناعة، في كمية من البوتاسيوم كويسة جدا، فهايل هايل. هنستعمل طبعا برتقان في فيتامين سي، وده مهم جدا في الظروف اللي احنا بنمر بيها كلنا دلوقتي وجهاز المناعة محتاجينه. كمان هنستعمل الجرجير، والجرجير برضو من اللي بيحتوي على عناصر غذائية عالية جدا، اهمها فيتامين سي اكتر كمان من اللي موجود في البرتقان، وفي حديد اكتر من اللي موجود في السبانخ وكالسيوم، وفي برضو نسبة عالية من فيتامين اي وبي 12. اول حاجة هنعملها احنا هنحتاج كوباية تقريبا من الجرجير المتقطع خشن، مش هنفرمه ناعم، وهنحتاج ممكن عودين او ثلاثة خس او ورقتين كابوتشا كبار، وهنحتاج برتقانة تكون متقشرة القشرة الداخلية بتاعتها الرفيعة ومتقطعة، وهنحتاج ثمرة افوكادو متقطعة، وهنحتاج قطع من الجبنة الفيتا. احنا في طبق التقديم هنرص الخس وهنرص فوقه الجرجير والافوكادو، وهنحط قطع البرتقان المتقطع، وهنحط قطع مربعات من الجبنة الفيتا، وهنحط معاها 3 أو 4 عين جمل برضو حلوين جدا للذاكرة، وفيهم أوميجا 3 وكلها حاجات مليانة فيتامينز. بالنسبة للدريسنج اللي هنحطه على السلطة، احنا هنحتاج معلقة من الخل البلسميك، هنحتاج معلقة من زيت الزيتون، معلقة من دبس الرمان، وعصرة ليمون وعصرة برتقان، مش هنحط ملح أو فلفل خالص، وهنضرب الدريسنج ده مع بعض. اللي ما عندوش خل بلسمك ممكن يبدله بنص معلقة من الخل العادي، بس هو الخل البلسمك بيمشي مع الأفوكادو كويس جدا، وهنقلبهم كويس قوي، وهنرش الدريسنج دوت على السلطة وبنسيبه فيها ساعة قبل ما نبدأ ناكلها. قد إيه جميلة جدا ومفيدة جدا، وألف هنا. وبما اننا في رمضان وصايمين، محتاجين حلو مسكر وفي نفس الوقت يكون حلو خفيف، ايه رايكم نعمل مع بعض وربات البقلاوه بحشوه القشطه؟ سهله جدا. اول حاجه بنحضرها حشوه القشطه او القشطه الكدابه اللي بيقولوا عليها، كوبايتين لبن عليهم معلقتين سكر ومعلقتين مليانين نشا، وبنقلبهم على البارد وبنفتح عليهم النار، واول لما القوام بيبدا يتقل ممكن نحط معلقتين كبار من القشطه اللي موجوده عندنا ونسيبهم على جنب. بنجيب لفه الجلاش وبنفردها كلها على الرخامه زي ما هي، وبنقطعها بالتساوي بالطول وبالعرض لحد لما هتدينا مربعات. هنمسك كل مربع من المربعات دي ونجيب الطرف ده في الطرف ده لحد ما يبقى عندنا شكل المثلث، وهنحشيهم في النص بالحشوة اللي احنا عملناها اللي هي القشطة الكدابة، وهنرصهم في صينية مدهونة، وفي الآخر بنسيح شوية من الزبدة أو شوية من الزيت على زبدة على زيت أو سمن، وبنبدأ ندهن كل الوربات دي ونغرقها لأن احنا ما دهناش بينها عشان تورق، وبتدخل الفرن بالظبط بالظبط، ما بتاخدش اكتر من 20 دقيقة، بتتحمر من تحت من فوق، ولما تطلع بنسقيها بشربات نكون عاملينه قبل كده والشربات يكون بارد. والشربات المظبوط اللي يظبط القوام ده احنا محتاجين كوبايتين من السكر وكوباية ونص من المية، بنعمل الشربات وبنسيبه يبرد وبنسقيه اول ما يطلعوا الوربات من الفرن وبنقدمها، والف هنا. يا رب تكون حلقتنا النهاردة عجبتكم، حلقة عزومة الأسرة الصغيرة، ويا رب دايما فرحانين ومبسوطين، وربنا يعدي الأيام دي على خير. أشوفكم في حلقة جديدة ووصفات جديدة، استنوني. كنت معكم شروق عياد. لقمة على مقاسنا مع شروق عياد.